عبد الحميد حسن، معمل تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة. كنا عايزين نعرف النهاردة في بداية المرحلة الأولى لتنسيق رغبات الطلاب، طبعا نسبة الإقبال من ساعة ما المعمل فتح الصبح، إزاي المعمل بيخدم الطلاب في التنسيق في المرحلة؟ دائما بنقول إن المرحلة دي بادئة من الاثنين وبتنتهي يوم الجمعة، والشغل في المعامل من 9 ل 3 بره المعامل، خلال ال 24 ساعة المعامل التنسيق السايت بتاعه شغال. ده بالنسبة للطلبة، الطلبة بيجوا هنا الأول بيبقى معاه استمارة النجاح بتاعته، فيها رقم الجلوس ورقم القومي ورقم السري. الحاجات دي حاجة خاصة بيه، ما ينفعش يديها لأي حد. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هو لما بيجي يدخل هنا بيدخل على سايت التنسيق الإلكتروني خدمات التنسيق الثانوية العامة، ويبدأ يكتب رقم الجلوس ورقم السري ورقم التأكيدي. الخطوة التالية بتديله الصفحة بتاعته، بيشوف بياناته، بيشوف الإدارة التعليمية، بيشوف النوع، بيشوف الديانة، وبعد كده بيشوف مجموعة اللغات العربي والأجنبية الأولى والتانية، وبعد كده بيخش على التنسيق، بيختار بالتخصص اللي هيختار الكلية اللي هو عايزها رغبته بيختارها. بيبقى لو من قطاع القاهرة بيبقى عنده جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان، بعد كده يبدأ للقطاعات الأقرب اللي هي بنها والفيوم وشبين الكوم، بعد كده بيبقى اللي هي المجموعة جيم اللي هي بقية محافظات الجمهورية. فهو لو عايز تخصص معين يبقى بيعمله بالترتيب ده، ألف به جيم، عشان ما يرجعش يقول أنا كتبت عدد من الرغبات بس وبقيت الرغبات التانية كتبتها. في الحالة دي هو الخسران، لأنه ما بيقدرش يخرج بعد كده تاني لعموم الجمهورية. بالنسبة للطلبة ما يكتبش كلية فيها اختبارات قدرات إلا لو عامل اختبارات القدرات، لأنه هو لو مش عامل اختبارات القدرات يبقى مش هتجيله كأنها لم تكن. هو بيختارها بس مش هتظهر له. أنت عندك من الاثنين للجمعة تقدر تدخل وتعدل وتنظم وتناقش، وبعد كده آخر تسجيل لك هو اللي الجهاز بتتوزع عليه. دي مهمة جدا، يعني ما يقلقش إنه سجل مرة واثنين وثلاثة. لما بيسجل بعد ما بيكتب 75 بيعمل الخطوة التالية، عشان في بعض الطلبة بتكتب 75 وما بتكملش ويقول أنا سجلت، بيبقى ما سجلش. لازم يوصل للصفحة اللي بتقول اكتب رقم تليفون، رقم القومي، رقم السري، رقم التأكيدي، ويعمل تسجيل. طالما قال أنا أتسجل لرغباته ما بقتش فيه مشكلة عنده، خلاص بقى عنده إيصال تسجيل الرغبات، فيه اليوم، فيه الدقيقة، فيه الثانية. الحاجات دي بتبقى واضحة. لو أنا كتبت الكلية دي أفضل أو مكان، بنقول ده اختيارك. إحنا بنقول له للطلبة يا جماعة اكتبوا الكليات اللي هي تتناسب مع المهارات بتاعتكم، مش المجموع بس هو اللي بيتحكم. الطالب يختار الدراسة اللي يحب يدرسها عشان يتفوق فيها ويبقى منتج لنفسه ومنتج لبلده. نقول للطلبة ما تكتبش 10 15 20 رغبة بس والباقي تكتبه أي حاجة، لأن أنت ممكن اللي أنت كتبته أي حاجة تجي لك رغبة منه. ما عندهم كم رغبة؟ 75. أول ما بدأنا كانت 48، وبعدين بقت 60، وبقت 75، عشان يبقى عنده أوبشن ومساحة واسعة أو يقدر يختار كل الرغبات اللي هو عايزها.